نتمنى بخير كل خير للوطن العزيز تاعنا، ونتمنى كذلك الجزائر أن تكون دائما في كل الظروف منتصرة إن شاء الله. شاكر لكم الحضور المكثف تاعكم، ونتمنى الخير بحول الله إن شاء الله. الداخل والخارج راه يتابع في الجزائر، مش من اليوم فقط، الداخل والخارج شافوا أن الحملة الانتخابية كانت حملة نظيفة جدا، الفرسان الثلاثة كانوا في المستوى وأعطوا صورة مشرفة جدا للجزائر وللديمقراطية في الجزائر، وأتمنى إن شاء الله أن تكون قدوة للناس أخرين. رسالة للخارج، أنا قلت لك رسالة للخارج، الجزائر جزء لا يتجزأ من العالم العربي والإفريقي والمتوسطي، ورغم كل يتابعوا، وإن شاء الله الأمور تفوت بسلاسة وتفوت بكل ديمقراطية. أكيد أكيد مفصلية، لأن أتمنى أن من فاز، من سيفوز بهذه الانتخابات سيواصل المشوار، مشوار مصيري بالنسبة للدولة الجزائرية وبالنسبة للشعب الجزائري، حتى نوصل لنقطة لا رجوع في التنمية الاقتصادية وفي بناء ديمقراطية حقة، مش ديمقراطية الشعارات، ولكن ديمقراطية الحقوق للمواطن. وانتم تشاهدوا، العالم يشهد أن الجزائري يوميا يوم بعد يوم يزيد يكتسب حقوق أخرى إن شاء الله، حتى نلبي له كل طلباته وكل رغباته. شكرا لكم.